بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 3 ل 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. بالليل الجو أو الطقس هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتور محمود القياتي، عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، وعيد سعيد على حضراتكم جميعا يا رب. امين يا رب. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهارده، خصوصا ان احنا اليوم امبارح كان صعب جدا، خاصة كمان مع صيام يوم عرفة، فكانت الاجواء حارة جدا، ومع الصيام كان يوم متعب بالنسبة لنا كلنا. بالتأكيد طبعا احنا كنا بنشهد ذروة الموجة على مدار ال 72 ساعة الماضيين زي ما كنا اعلنا من قبلها، وكانت بالفعل درجات الحرارة وصلت على القاهرة ل 43 درجة مئوية تم قياسها في الظل بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى، وصلت لحدود ال 48 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية. من النهاردة تحديدا زي برضو ما اعلنا في نشراتنا، هيكون في بداية تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا، مع بداية وجود امتداد طفيف لمنخفض جو في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتبدأ من النهاردة تؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مش انخفاض كبير، هيكون انخفاض بمعدل 3 ل 4 درجات، وللأسف هيكون فقط على شمال البنبرية. يعني بنتكلم عن سواحلنا الشمالية، محافظات الدلتا والوجه البحري ومدن القناة، وحتى محافظات القاهرة الكبرى، في حين أن المحافظات الجنوبية هتظل تسجل درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير جدا. يعني نقدر نقول أن اليوم هو انخفاض عن الأمس اللي هو كان الذروة بمعدل 3 ل 4 درجات، وبالتالي العظمى اللي بنتوقعها اليوم على القاهرة هتكون ما بين 39 ل 38 درجة مئوية. يعني لا تزال الأجواء شديدة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى اليوم ومحافظات الوجه البحري، لكن السواحل الشمالية بالتأكيد هي أكثر المناطق اللي هتحس بالانخفاض ده، واللي هيكون فيها اعتدال كبير في الأحوال الجوية حتى وإن ظل الطقس حار. يعني السواحل الشمالية اليوم بتسجل في حدود 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار كدرجة حرارة عظمى، لكن كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الجنوب من الطبيعي ان درجات الحراره بالظبط ترتفع بشكل تدريجي. لسه شمال الصعيد النهارده هيبدا يسجل درجات حراره في حدود ال 43 ل 44 درجه مئويه، يعني قيم حراره ودرجات حراره مرتفعه جدا. محافظات جنوب الصعيد هتظل تسجل في حدود ال 46 ل 47 درجة مئوية اليوم ده خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل هتبدأ الأجواء تعتدل بشكل نسبي على شمال البلاد، زي السواحل الشمالية هتبدأ بالليل تسجل 22 درجة مئوية، فده بالليل يعتبر طقس معتدل تماما على سواحلنا الشمالية. القاهرة هتبدأ فيها الصغرى برضه تنخفض شوية عن الليالي اللي فاتت، هتبدأ بالليل تسجل ما بين ال 25 ل 26 بعد ما كانت بتسجل 29 اليومين اللي فاتوا أثناء الذروة. من الاثنين غدا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني بس اسال حضرتك في البدايه عن حاجه قبل ما نتكلم عن بكره باذن الله. يعني احنا الفيصل ما بيننا بقى دلوقتي، احنا في انخفاض درجات الحراره، لكن نسبه الرطوبه، يعني السواحل الشماليه كان نسبه الرطوبه امبارح واول امبارح كانت عاليه جدا لدرجه ان الجو ما كانش فيه نفس خالص، يعني ممكن منخفضه عن القاهره لكن احساسنا بدرجه الحراره كانت مرتفعه جدا في السواحل الشماليه. نسبة الرطوبة اليومين دول مع هذه الانخفاضات هتكون أقل شوية؟ لا، نسب الرطوبة للأسف بدأنا طبعا نحس بارتفاعها بشكل تدريجي، خلاص احنا بدأنا ندخل في فصل الصيف بشكل تدريجي، وبالتالي نسب الرطوبة خلال الأيام فصل الصيف لسه الخميس الجاي يا فندم، فاحنا مستمرين. احنا مناخيا نقدر نقول دخلنا في فصل الصيف من الناحية المناخية، لأن دايما بنقول انه مش بالضروره ان البدايات والنهايات الفلكيه للفصول انها تتزامن مع البدايات طبعا المناخيه، خصوصا مع التغيرات المناخيه في العالميه. يعني بالظبط وارد قبلها باسبوع او بعدها باسبوع نبدا نقول فعلا احنا دخلنا في اجواء صيفيه بشكل كامل. بالفعل بدات نسب الرطوبه ترتفع، كلنا ملاحظين ده بالتاكيد جداً. حتى في فرق ما بين الموجه الحاليه والموجات اللي كانت الفتره اللي فاتت. السواحل الشمالية بكل تأكيد هي صاحبة النصيب الأكبر من نسب الرطوبة اللي بتكون عالية، واللي بالفعل بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لكن الرطوبة خلاص مكملة معانا الفترة اللي جاية على كافة مناطق الجمهورية، وكل طبعا ما اتجهنا جنوبا بعيدا عن البحر المتوسط
نسب الرطوبة بالتأكيد بتقل بالتزامن طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة. نقدر نقول انه بدخول بكر الغد ان شاء الله، اولا خلال ساعات الصباح الباكر ممكن نلاقي بعض الشبورة المائية الخفيفة على مناطق طبعا من شمال الجمهورية، بنتكلم عن السواحل الشمالية الدلتا الوجه البحري لحد القاهرة الكبرى. هيكون في كمان انخفاض اخر في درجات الحراره بكره على القاهره بمعدل درجه لدرجتين، يعني هتبدا القاهره تسجل خلال ايام العيد ما بين 37 ل 38 درجه مئويه خلال ساعات النهار. كمان الانخفاض هيمتد بشكل تدريجي عشان ياثر على محافظات الصعيد، لكنه زي ما قلنا هو انخفاض طفيف في كل حال، يعني شمال الصعيد هيبدا يسجل 40 درجه مئويه، يعني لا تزال الاجواء شديده الحراره على اغلب الانحاء. وبكره الجو هينخفض اكتر ولا هيبقى في نفس الارتفاعات؟ يعني هينخفض بمعدل كمان درجه لدرجتين، مش انخفاضات قويه، هتظل معها الاجواء شديده الحراره. القاهره لما هتسجل 37 او 38 خلال باقي هذا الاسبوع او ايام هذا الاسبوع خلال ايام عيد الاضحى المبارك، بالتاكيد هي ارتفاعات برضو كبيره في درجات الحراره سواء 38 او 37 طبعا. مع نسب رطوبه مرتفعه شويه هنحس درجه، يعني لا تزال الاجواء شديده حتى محافظات جنوب الصعيد، وان انخفضت خلال الايام القادمه هتوصل ل 44 او 45 درجه مئويه، يعني لا تزال الاجواء شديده الحراره. لكن الشيء المبشر هنا انه خلال ساعات الليل هتبدا القاهره الجو يكون رطب بالليل، بالتاكيد اعتدال بشكل كبير جدا، هتبدا الصغر على القاهره تكون ما بين ال 23 ل 24 درجه بالليل. فده يعتبر اجواء تحسن بشكل كبير خلال ساعات الليل، ممكن التحسن ده خلال ساعات الليل يمتد حتى محافظات شمال الصعيد، هيبقى عندنا من السواحل الشماليه لحد شمال الصعيد خلال ساعات الليل بتسمح بالخروج والتنزه بالنسبه للمواطنين في كل هذه المناطق، حتى زي ما اشرنا القاهره ومحافظات جنوب ومحافظات شمال الصعيد هيكون في اعتدال كامل في الاحوال الجويه ان شاء الله. طيب بالنسبه لحاله البحار، لان طبعا يعني احنا معظم الناس مسافره يا اما في على البحر الاحمر وكمان على البحر الابيض المتوسط، حاله البحار ايه والنزول الميه؟ لان اكيد الناس عايزه تنزل. هي بالنسبة لحالة البحار مرتبطة بشكل أكبر بنشاط الرياح، نقدر نقول إن مع هذا الانخفاض الطفيف هنبدأ نلاقي بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة على المناطق الداخلية من الجمهورية بالنسبة لمحافظات القاهرة والوجه البحري وبعض محافظات الصعيد والسواحل الشمالية، بيكون في بعض نسمات وهبات الرياح. في بعض الأحيان هتكون سرعات الرياح أقوى شوية على البحر المتوسط أو على البحر الأحمر. التوقعات بتشير ان حركه الملاحه البحريه هناك معتدله، يعني بيسمح باعمال الصيد والملاحه البحريه وحركه السفن والمراكب، لكن ممكن على بعض النقط اللي هتكون موجوده سواء على شاطئ البحر المتوسط او البحر الاحمر تكون ارتفاعات الامواج ممكن عاليه شويه، عاليه نسبيا، وبالتالي ممكن بعض الشواطئ هتكون غير مسموح فيها بالتعمق الى اعماق معينه داخل البحر بالنسبه للمصيفين طبعا. الامور دي بتكون على حسب ما يتراه المسؤولين على الشواطئ دي، عشان كده بننصح لازم صحيح الالتزام بالظبط في حاله ان المسؤولين عن الشواطئ يعلنوا ان ممنوع نقطه معينه تخطيها او ممنوع النزول في شاطئ معين، بالتاكيد بندعو المواطنين للامتثال لهذه التعليمات. احنا اكيد بنتمنى السلامه لكل المصيفين وعند نزول المياه البحار، وكمان الالتزام بالاشارات والعلامات اللي موجوده والالتزام كمان بالقواعد على الشواطئ. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود القياتي عضو مركز اعلام هيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 39، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 39، 26، اسكندريه 30، 23، العالمين الجديده 30، 23، مطروح 30، 23، دمياط 33 24، بورسعيد 33 23، اسماعيليه 39 27، السويس 39 27، العريش 34 23، كاترين 33 17، طابا 40 27، حلايب 37 29، شلاتين 43 28، شرم الشيخ 44 32، الغردقه 43 31، الفيوم 41 27، بني سويف 42 28، الوادي الجديد 48 30،
أسيوط 45-29، سوهاج 46-31، قنا 47-31، الأقصر 47-32، وأخر أسوان 48-32. في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم، نتمنى كده الأجواء هتكون لطيفة بإذن الله. يمكن ساعات النهار هتكون حارة، لكن بالليل الجو هيكون في نسمة هواء معتدلة كده، نقضي عيد سعيد إن شاء الله جميعا في أجواء يعني وللطقس تكون جيدة جدا للغاية. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصطفى. شكرا لك يا دينا. ربنا بيحبنا. الحمد لله. وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة.